تجاوز 5 طلاقات اللي تغذي مراكز منخفضة ومتوسطة التوتر على 3.6. هذا البرنامج اليوم الأول برنامج ضم من بين البرنامج الإجمالي اللي فيه 116 عملية لمختلف المشاريع التنموية بمبلغ إجمالي 276 مليار سنتيم. والبرنامج الأول يضمن وضع الحجر الأساس لبرنامج سكن استفادت منه ولاية مسيلة 1500 سكن عمومي وإيجاري كشطر أول لسنة 2024. اليوم رانا وضعنا الحجر الأساس ل 400 مسكن على مستوى بلدية المسيلة، وستتواصل عملية وضع الحجر الأساسي على مستوى كل البلديات المعنية بهذا البرنامج. هيئة لذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة المصادف للأول نوفمبر من كل سنة، تم اليوم وضع حيز الخدمة ربط عدة مشاريع بالكهرباء والغاز، بداية بلدية المسيف حيث تم إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المنطلق الكهربائي الهوائي بلدية المسيف. كذلك تم ربط 108 منزل بمنطقة المرملة الجنوبية والحي العسكري، كما سيتم وضع حيز الخدمة ربط أكثر من 44 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية من منطقة المعذر بلدية مجدل. سيتم كذلك وضع حيز الخدمة ربط أكثر من 90 منزل بشبكة الغاز الطبيعي بلدية مجدل. كذلك سيتم ربط أكثر من 160 منزل بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة ولاد بن صوشة بلدية ولاد دراد.